السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عنا فطيرة البتنجان باللحم. عنا الفطيرة وعنا بنعمل العجينة. مكونة العجينة هي بيضة، نحط لها رفيق وملح، وعنا زيت نباتي، وعنا حليب وخميرة البيرة. طبعا الدقيق اللي هو الأساسي، عنا رشة السكر. هلا أول شيء بدنا نعمله، بسم الله الرحمن الرحيم، بدنا نحط البيضة. هاي البيضة، بسم الله. بدنا نحط الزيت، هيدا حوالي ربع كوب زيت. بدنا نضيف نص كوب حليب. بسم الله الحليب أضفنا له ملح، وأضفنا له قرفة مشان الزعفران. كمان بدنا نضيف معهم ملعقتين صغار خميرة فورية. الحليب فترته أنا. نخلطهم مع بعضهم كتير منيح. بدنا نضيف الطحين. هلا انا نخلت الطحين، بدنا نخلط العجينة. بسم الله الرحمن الرحيم، نخلط المكونات. هلا الخطوة هاي تحضير الحشو. هاي البصل، نتركه لهي يتبل. كمان بدنا نضيف شوية ثوم مهروس. يعني دول قدر ملعقة صغيرة أو حصين ثوم مهروسين. هلا نضيف اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنحط البهارات اللي هن القرفة، كمان الملح، ننضف لها رشة دبس الرمان. بسم الله. نحركهم معها. نضيف البندورة المفرومة.
وهيك بنكون اكتفينا بالاستواء فيها هالمطفيعنا. بسم الله. وهي العجينة اللي عملناها نقسمها اثنين، هلا بدنا نرقها. بسم الله الرحمن الرحيم. نعملها اول طبقه بحجم الآل وهيدا البيركس. هلا بدنا نرقها، نرش لها شويه طحين طبعا عليها شوي. هلا بدنا نرقها بشكل بيضاوي. هلا رقيت العجين وفرشته بأرض القالب البيركس. هلا عم ندهنه بشوية زبدة. حط على الجوانب كمان، والقالب من تحت بقلبه كمان مدهون بالزبدة. هلا بدنا نحط الحشو. هلا قبل ما نحط الحشو بدنا نفرش بقاع القالب، نفرش شرائح الباذنجان المقلي. هلا صار فينا هون بعد شوي نضيف الحشو. بسم الله. هلا حطينا البندورة لتضيف له شوي طراوي. هلا بنرجع لطبقة تانية من الباذنجان الشرائح. هلا بنعمل طبقة تانية من العجين، وهلا بدنا نفرش الطبقة التانية من العجين. بسم الله. شلت الزوايد، فوت الأطراف اللي جوا تبستهم كتير منيح حتى اللي ما تفتح الفطيرة عند الخبز يعني. هلأ بدنا ندهن بيضة خفقتها مع شوية خل، ندهن سطحها. هلأ منبخشها شوي حتى ما تنتفخ. هيك صار ان شاء الله. هلا بنشعل الفرن، ننطره لا يسخن شوي شي دقيقتين، وندخلها على حراره 200. هيك خلصت الصينيه. شفنا هيدي الفطيره، فطيره الباذنجان باللحم. هلا بدنا نقص ونشوف نشوفها. بسم الله. بسم الله.
بندوقها كأنها كيك مثل كيك طالعة. شايفين حشوتها من جوا محلية. هاي الحشوة وهي الحشوة من جوا وهي الفطيرة. هاي جنب الفطيرة وهي هي أكلتنا. إن شاء الله تكون عجبتكم ابتكار هيدا وتجربوها وكتير طيبة. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.